اليوم دشنا المقر الجديد ديالنا في مدينة الدار البيضاء لأن فيه العمليات ديالنا، واستقبلنا واحد العدد ديال المزودين السلعة ديال الزبناء وديال المستثمرين، وقدمنا لهم الصورة ديالنا اللي متعلقة بالاستهلاك في المغرب. حنا تنظنوا بأن معلين الحوانت هادي لعبوا دور كبير في المستقبل في جميع الخدمات اللي متعلقين بالاستهلاك وبالخدمات المالية، ولهذا بغينا نوفروا لهم دي زابليكاسيون تطبيق شاري اللي تيجعلهم يتقداو جميع المنتوجات اللي خاصهم للمحل ديالهم، وتطبيق كارني اللي تيجعلهم يعطيو الكريديات للزبناء ديالهم. وتنظنوا باننا خصنا نساهموا في الطريقه اللي هاد الناس هادي يستعملوا الالات التكنولوجيه في المستقبل. اليوم كان عندنا الشرف اننا التقينا بالفاعلين الرئيسيين في المجال ديال التوزيع والانتاج FMCG، كانوا معنا وشرفونا بالحضور ديالهم، موزعين على الصعيد الوطني، منتجين محليين وشركات عالميه، وكانوا معنا حتى الابناك اللي كانوا هنا وحضروا معنا باش يشوفوا الانجازات الاساسيه اللي دار الشريف هذا العامين الاولى ديال الوجود ديالها في المغرب. الهدف ديالنا كان عندنا في هذا اللقاء هو نديروا التدشين ديال المقر الرئيسي ديال شاري، ولكن في نفس الوقت نعطيو نبذه من النتائج ومن الافكار والرؤيه التصوريه ديالنا اللي كانت عندنا. البقال المغربي كما تنعرفوا البقال المغربي تيلعب دور اساسي في المجتمع المغربي، اللي دور اللي تيفوت غير البيع والشراء ديال لي برودوي، مي هو اللي تيلعب دور اساسي في بزاف الحوايج في الاسره المغربيه. والدور ديال شاري اليوم سي نعاونوه في الرقمنه ديال المهنه ديالو من خلال تطبيق شاري اللي غيمكنو من الشراء ديال المنتوجات ديالو كاملين بلاصه واحده باحسن الاثمان وبتوصيل المحل ديالو. ولينا الحمد لله معروفين في السوق لان كنتعاملوا مع البقال اساسا، كنخولوا ليه الفرصه انه يلقى فينا واحد البديل بالنسبه لبديل جميع القنوات ديال التوزيع الاخرى، البروسيست المتاجر الكبرى. حنا كنجيو هنا باش نقدموا ليه واحد لو سيرفيس اللي تيمكنوا بانه في التطبيق ديالو في الهاتف ديالو يقدر يدوز الحاجيات ويوصلوه لغدا المحل ديالو، اللي كيعطيه فرصه انه ما يخرجش ويشد المحل ديالو ويضيع في الشيفخ دافير ديالو. دونك حنا كنعطيوه هذا الامكانيه باش انه يبقى في محله ويدير الخدمه ديالو اللي هي انه يتعامل مع الكليانات ديالو ويبيع، وكنجيبوا له جميع اللازمات اللي خصو في كميه واحد، وكنسربيه لغدا ديال لا كوموند.